أحسن الله إليك. يقول السائل: هل السنة صيام الست من شوال من ثاني يوم من شوال أم يؤخرها ولا يبادر من بعد العيد؟ هو جائز يصوم ست من شوال سواء في أولها أو في وسطها أو في آخره، لكن كل ما بادر فهو أفضل، كل ما بادر فهو أفضل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.